افتتح بساقية الصاوي مهرجان الساقية التاسع للأفلام الروائية القصيرة، حيث يعتبر هذا المهرجان هو الحدث التنافسي الأول الذي تقيمه الساقية بعد ثورة 25 يناير. فيلم اسمه حلم يوسف، ده تأليفي وإخراجي، وطبعا إنتاج مستقل برضو أنا شاركت فيه. الفيلم بكل بساطة بيتكلم عن أسرة مقهورة، قهر اجتماعي وتعليمي ومادي، الابن الأكبر فيها لأنه عنده حس سياسي ومثقف وخريج جامعة، فحلم بالحرية، فلما الحلم لأنه هو حقيقي فالحرية تحققت. ده مضمون الفيلم ببساطة، لأن أنا من مدرسة إن السينما تتشاف ما تتحكيش. يعني فيلم عيش ده ليه علاقة بيوم 28 يناير، يوم جمعة الغضب الأولانية، عبارة عن موقف بيحصل بين واحد مرفه مش حاسس بالثورة، مش حاسس بالموضوع، وبيبدأ ينقد الناس اللي عاملة ثورة ديت، وبنشوف بيحصل ايه في الآخر. المهم ان انا بعمل حاجه بحبها، انا مش بدور على جايزه قد ما يعني. انا ونادر لما جينا قلنا عايزين نعمل الفيلم ده، قلنا عايزين يتشاف، المهم انه يتشاف. احنا الجايزه اللي ناخدها ان الناس تسقف او يعجبها الفيلم، هو ده اللي احنا بنعمله. انا صرفت فيه مبلغ كبير من وجهه نظري، بس انا ده صرفت اخر مليم عندي، وانا مبسوط بعمل حاجه انا بحبها، بمارس مش هوايتي، بمارس حبي الاول والاخير، التمثيل والكتابه والستيريو والسينما كعشق للسينما. فانا مبسوط ومش ندمان على اي حاجه. اكد المهرجان على معنيين مهمين، الحريه والكرامه. اشرف عبد الوهاب، لنهارك سعيد.